اخشى ان العصا نوبات تتاخرني. لا ان شاء الله ما تاخرني عن شيء. لا لا ما تاخرني عن شيء للدعوه. لكن تاخرني انه اركض وياكم اقضى، بس ان شاء الله البركه بيكم وان شاء الله الله يدفع الشر. ماشيين سلاح بيده احسن. اما قبل فتره البعض يحكيها انه شعر عدي شويه خفان، شويه شعره صاير اقل من قبل، صحته ضعفان. ما ضعفان، اولا ينزل وزن، اني نزلت الحمد لله. اما موضوعة الشعر بها حقيقه سببين، اول شيء الرجال ما تتعيب بشكلها. الرجال بافعالها. ما صحيح؟ شلون البايع غيرك وانت التاج اللي ينحط فوق الراس؟ شلون البايع غيرك وانت التاج اللي ينحط فوق الراس؟ شلون البايع غيرك؟ هسه هم الحمد لله. هذه من والدي، والدي الله يحفظه وش يقول؟ يقول اني من يعني تشد الحال ادوس بالاكل زين حتى نغث عدانا نفهمهم انه احنا بصحه زينه، فتعلمناها من عنده. هسه هاي الحمد لله. سلام سلام. هاي ثورة بنية والدقية.